وسهلا فيكي وشرفتينا في استوديو صباح النور. بداية يعني هنادي معروف عنك أنك مصممة عصامية، انطلقتي من البدايات حتى وصلت لما أنت فيه الآن. أخبرينا عن هذه المسيرة يعني من بداياتها ولليوم. هو يعني ما في داعي لنذكر انه هيدا العالم هو عالم فني، بده يكون الايموشن موجود بالانسان من الاساس. هيدا الشغف كان موجود من الطفوله واستثمر خلال هالسنين، ولانه كان الحلم كثير كبير يعني ثابرت كثير تقدرت وصلت للي وصلت له. البنت الصغيره بتلعب بالقماش، العروسه اكيد دخلت في النص. أخبريني عن الإلهام، من وين بتجيب الأفكار، من وين بتلاقي أفكار جديدة، خاصة أنه يمكن اليوم عالم تصميم الأزياء أصبحت فيه منافسة جدا عالية. طبعا عالم تصميم الأزياء مش منافسة بس عالية. إذا بدنا نراقب خلال 20 سنة الإخرانية قدي كان عدد المصممين بالعالم وقدي صاروا، يعني فينا نقول مش أضعاف، أضعاف الأضعاف عم بيتزايدوا. فهيدا الشيء عم بيطور هذا المجال بسرعة قياسية، لأنه فاتت فيه التكنولوجيا وفات فيه القصص كتيرة وسعت هذا المجال. وعلى المصمم ما يبقى على الشيء اللي دارسه هو بس، لازم يطور حاله ويتابع غيره ويتابع الأخبار العالمية لحتى يشوف وين ممكن يطور شغله. المرأة العربية ربما كانت الأصعب في التصميم لها، لأنه أزواقها فعلا أزواقها مختلفة ومتباينة في الألوان، في الأقمشة، في كل شيء. كيف تستطيع هنادي أن توفق ما بين الجرأة ربما دعينا نتحدث والحشمة في ذوق المرأة العربية من خلال تصاميمها؟ هلأ على المصمم أنه يعطي، إذا بدنا نحكي عن الزبونة يعني الكاستمر، لازم يعطيها الشيء اللي بيناسبها هي. اما اذا عم نحكي عن موضة عالمية فهو بيكون جريء للماكسيموم، ما عنده مشكلة. يعني انا لما بيكون عندي فاشن شو انترناسيونال، لا انا بروح فيه للاخر. بس لما بدي اشتغل لزبونة بدي اشتغل لاين تبعها وذوقها هي كمان. يعني اذا كانت سيدة عربية محتشمة انا ما فيني اعمل لها شيء جريء جدا. سو بدي يعني اشوف هي شو بدها بالبداية لحتى اقدر اعطيها اللي هي بتحبه. يعني هل بيكون في نوع من، احنا طبعا اليوم وخلال الحلقة حضرتك ستبقي معنا وفي آخر حلقة حنشوف تصاميم من مجموعتك، ولكن يعني هل بتحس أنه أحيانا إرضاء الزبونة قد يأتي أحيانا على حساب التصميم اللي أنت عاملاه، أو بتوصلوا لمكان؟ لا أنا ما من ستيل اللي أنا ماني متشبصة برأيي بالنسبة للسيدة، بس بلس إذا شيء ما بيلبق للسيدة أنا كمصممة عندي ضمير خلينا نقول لازم أقول لها أنه ما بيلبق لها. يعني أنا ولا مرة كنت عم بسير زبونة على حساب التصميم. بعدين أنا خرجة علم نفس، يعني أنا أهم شيء يكون مريحتها بس بالشيء اللي كمان بلاقيه مناسب لها، مش أنه بس أعمل لها البداية وخلصت مقللين. أكيد لا، بدي تابعها وأقنعها بالشيء اللي بيلبق لها. طيب كلمينا على مجموعتك الأخيرة. نحن بنعمل كذا مجموعة، عم بحكي كهنادي، لأنه نحن بنشتغل الهوت كوتير وبنشتغل الريدي اللي بينباع بالجملة. سو نحن بنعمل تقريبا 4 مجموعات بالصيفية. نحن رح نشوف سمبلر اليوم لأنه أنا بشتغل أكثر من 70 قطعة خلال الموسم، خاصة الصيف أكثر من الشتاء، ورح نشوف بعض الأشياء المحتشمة المسكرة شوي تقدر ما تخدش ذوق وعين المشاهد، بما أنه برنامجنا كمان صباحي. وخلينا نحكي عليهم بس يظهروا يعني. جميل، حيتفرج عليهم هنادي. حابس أك سؤال أخير، مين هي الأيقونة اللي حابة أنها يعني أنا سمعت في مقابلة سابقة لك أنه كان حلم عندك تلبس من عندك الملكة رانيا، هل حدث ذلك؟ لا، أنا ثاقبت من شي 3 سنين. كنت مدعوة من خلال مؤسسة السوسن العالمية للمشاركة بعرض أزياء ضمن مهرجان جمالي ومهرجان أناقة. بصراحة من الكونتاكت مع العالم حسيت قدي هيدي الأيقونة محبوبة. يعني أنا بشتغل بنفسيتي كمان، هي صح أيقونة جمال وأناقة. صحيح. مش بشهادة هنادي، بشهادة العالم كله، لأنه هي من السيدات الأرقى بالعالم اللي بتلبس هوت كوتور. بس أنا بحبها على الصعيد الإنساني. يعني أنا بحب هيدا الإنسان بالذات، مش بس لأنه سيمبول دو بوتي لبسها وهيدا حلم. هلأ وصلت له أو ما وصلت له ما عندي مشكلة، بس أنا بحب هيدا الستايل من الناس، بحب السيدة الأنيقة المتواضعة واللي كتير ذكية. وإحنا حابين وجودك معنا، وبالتأكيد حتكوني معنا لآخر الحلقة ونتفرج على الحاجات المحضرة لينا مشاهدينا. فاصل ونعود، ابقوا معنا.